انتقال مباشرة إلى نينوى، وهناك حيث الاستكمال للاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالتصويت الخاص والمستجدات الأخرى في نينوى. للمزيد حول كل ذلك معنا محمد طلال مراسل زاغروس من هناك. محمد نعم، مساءكم الخير وتحية لكم. يعني قبل ساعات من بدء التصويت الخاص يجري هنا العمل في محافظة نينوى على قدم وساق من قبل مفوضية الانتخابات ومن قبل النقل ومن قبل تربية نينوى. هذه الغرفة العمليات التي شكلت لإنجاح العملية الانتخابية في أمم محافظة نينوى لا زالت مستمرة حتى هذه الساعة، خصوصا أنه يعني يوم غد سيبدأ التصويت الخاص، حيث أتواجد أنا في إحدى المراكز الانتخابية. يجري العمل الآن على يعني شحن أجهزة العدوى والفرز وأيضا الأجهزة المتعلقة بإجراء الانتخابات هنا في محافظة نينوى. يوم غد عند السادسة صباحا ستفتح هذه المراكز أبوابها للمنتسبين للتصويت الخاص عند الساعة السابعة صباحا، وسيستمر هذا يعني استقبال المنتسبين لغاية الساعة السادسة مساء. بالتالي يعني سيتم نقل هذه الأجهزة وتسليمها إلى المفوضية والبدء بتجهيز وترتيب الأجهزة داخل المحطات استعدادا ليوم التصويت العام. في بخصوص المنتسبين، يعني سيتم قرابة تصويت أكثر من 74 ألف منتسب من القوات الأمنية داخل محافظة نينوى، وإضافة إلى يعني 700 نازح في مخيم الجدعة. بخصوص القوات الأمنية، تم فتح قرابة 38 مركزا انتخابيا لاستقبالهم، وأيضا للنازحين في مخيم الجدعة يعني تم فتح مركزين لاستقبال النازحين. بخصوص الوضع الأمني، يعني تم استلام جميع المراكز الانتخابية من قبل القوات الأمنية من يوم أمس. بالتالي يعني هناك تعاون مشترك بين جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة نينوى لتأمين هذه حقيقة تأمين هذه المراكز. تم يعني إغلاق جميع المراكز أمام المواطنين الذين جاءوا لاستلام بطاقاتهم البيومترية، خصوصا بعد انتهاء المهلة التي خصصت لهم وهو يوم الرابع الذي تم تمديده إلى العاشرة مساء. تم استلام لغاية هذه اللحظة قرابة 1,600,000 بطاقة بايومترية، وتم إرجاع قرابة 90,000 إلى بغداد، خصوصا أنه لم يتم استلامها من قبل المواطنين. يعني هذه إلى حد هذه اللحظة آخر الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية في عموم العراق، وأنقلها لكم مباشرة من هنا من محافظة نينوى. جزيلا لك محمد طلال من نينوى، شكرا على هذا القدر من الإحاطة.